على مسامعنا الطالب المجتهد سعيد ابن سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يمر أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فنقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعاما يوما ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا تواصوا بالصبر تواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة.